السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم اليوم موعد وتوقيت وتاريخ مواجهات مصر والمغرب، ونبدأ بتاريخ المواجهات ومن ثم موعد المباراة والقنوات الناقلة. المواجهات كانت 27 مرة، حيث نجح المنتخب المغربي في الفوز في 13 مرة، ونجح المنتخب المصري في الفوز في 3 مرات، وجاء التعادل بين المنتخبين في 11 مواجهة. آخر مواجهة مصيرية جمعت المنتخبين في دور الثمانية بنفس الدور الذي سيتواجه فيه المنتخبان في النسخة الحالية بالكاميرون، حيث نجح المنتخب المصري في الفوز بهدف دون رد عن طريق محمود عبد المنعم كهربا في الوقت الإضافي من مباراتهما في أمم إفريقيا 2017. المنتخب المصري نجح في تسجيل 14 هدفا في مرمى أسود الأطلس، في حين نجح المنتخب المغربي في تسجيل 30 هدفا بمرمى الفراعنة. حسام حسن هو أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الفراعنة أمام المغرب برصيد 7 مباريات. أما على مستوى البطولات الإفريقية فتواجه المنتخبان في 6 مناسبات، نجح المنتخب في الفوز في مباراتين أعوام 1986 و2017، فيما نجح المنتخب المغربي في الفوز في 3 مناسبات، وتعادل المنتخبين في مباراة وحيدة، وستكون المواجهة المقبلة 7. أول 7 مواجهات لم يستطع الفراعنة تحقيق أي انتصار، فاز أسود الأطلس في 5 وتعادلوا في 2. أول فوز لمنتخب مصر كان في عام 1986 في كأس الأمم الإفريقية، وآخر فوز لمنتخب المغرب في عام 2001 في تصفيات كأس العالم. آخر تعادل بين الفريقين في عام 2006 في أمم إفريقيا، وآخر فوز للمنتخب المصري في أمم إفريقيا بالجابون عام 2017. وفي الختام إليكم موعد المباراة بين الكبيرين. يستضيف استاد أحمد أهيديغو بالكاميرون قمة عربية قوية بين مصر والمغرب في الدور الربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021. تأهل منتخب مصر في المركز الثاني في مجموعته خلف منتخب نيجيريا، وتخطى منتخب كوتيفوار بركلة الترجيح في دور 16. أما منتخب المغرب فقبل الفوز على ملاوي تأهل عن صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز على غانا وجزر القمر وتعادل مع الجابون. موعد مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 هو الأحد 30 يناير 2022 على ملعب أحمد أهيديغو. كان من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب، 6 بتوقيت مصر، لكن تم تقديم الموعد لساعة وأصبحت 4 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 5 بتوقيت مصر وفلسطين، 6 بتوقيت السعودية وقطر، 7 مساء بتوقيت الإمارات. والسبب هو تغيير ملعب المباراة من استاد أولمبيا إلى أحمد أهيديغو، وذلك بعد حادثة التدافع في مباراة الكاميرون وجزر القمر. ستقام مباراة السنغال في نفس الدور على ذات الملعب في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، فتم تقديم مباراة مصر والمغرب لتجنب التداخل بين المباراتين في حال امتداد اللقاء للأشواط الإضافية وركلات الترجيح. تبث منافسات كأس أمم إفريقيا 2021 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فقط وحصريا عبر شاشات قناة بين سبورت، وستنقل المباريات عبر قنوات الباقة المخصصة للبطولة وهم بين سبورت ماكس 1 و2، ولا تنسى دعمنا كل الأمنيات لمنتخبنا بالفوز.